مع توقعات مصالح الأرصاد الجوية بانخفاض في درجات الحرارة، تبرز تخوفات من خطر الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون الذي ما فتئ يحصد أرواح العشرات من الجزائريين سنوياً، وضع جعل مصالح الحماية المدنية تعمل على توعية المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية. تنهي المديرية العامة للحماية المدنية إلى علم كافة المواطنات والمواطنين عبر ربوع الوطن بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لتفادي ما تخلفه أدوات التسخين والتدفئة، خاصة فيما يتعلق بالقاتل الصامت أو ما يسمى بأول أكسيد الكربون. صيانة أدوات التدفئة والتسخين وأنابيب تصريف الدخان ومراقبة مسخن الماء وأنابيب تصريف الدخان المرنة بشكل مستمر، كلها إجراءات ضرورية. أولا، صيانة أدوات التدفئة والتسخين أو ما يسمى بالبوال، حيث لابد من مراقبتها وصيانتها عند المختصين الذين يمارسون مهنة الترصيص والسمكرة الصحية. ثانيا، لابد من صيانة أنابيب تصريف الدخان، كذلك لابد من مراقبة أنابيب تصريف الدخان المرنة والتي يمنع منعا باتا استعمالها في أنابيب تصريف الدخان، حيث هذه الأخيرة تستعمل لغرض إخراج كل ما يتعلق بالطبخ ودخان الطبخ، أي تستعمل على مستوى المطابخ. هي إجراءات احترازية وقائية كفيلة بتجنيب المواطنين خطر القاتل الصامت الذي أضحى كبوسا يهدد حياة الجزائريين كل شتاء.